نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح شريف إسماعيل رئيس الوزراء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 48 تحت شعار الشباب وثقافة المستقبل برفقة حلم النمنم وزير الثقافة. وتشارك المملكة المغربية كضيف شرف للمعرض، كما تشارك 35 دولة عربية وأجنبية و670 ناشرا. فيما نعى رئيس الحكومة خلال الافتتاح الشاعر الكبير سيد حجاب، مشيدا بأعماله وإسهاماته في الشعر والأدب. كما تم اختيار الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور شخصية دورته لهذا العام. المزيد في التقرير التالي. النهارده افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 48. شرفنا بحضور السيد رئيس الوزراء. كان عمل جولة تفقد فيها كل الأجنحة، وزارة الدفاع، الشرطة، جناح الهيئة، كل المشاركين. وطبعا كان الاحتفال النهاردة بزيادة مع دولة المغرب، دولة ضيف الشرف في المعرض السنة دي. وكان مشاركة مميزة للمغرب من خلال الأجنحة بتاعتهم والأنشطة الثقافية المتنوعة على مدار الفترة كلها. المعرض السنة دي شارك فيه 35 دولة ب 850 ناشر، وده عدد كويس جدا. وفي انشطه كتيره ضفناها السنه دي من autobus.com وانشطه بدويه وحاجات حديثه السنه دي. معرض القاهره الدولي في دورته 48 يستضيف المملكه المغربيه ضيف شرف، وهي ضيافه سعدنا بها كثيرا، وحرصنا على ان تكون في مستوى هذا الاحتفال العربي والدولي الذي يقدمه معرض القاهرة. الحضور المغربي في هذا المعرض ممثل ببرنامج ثقافي تدخل فيه مؤلفين وكتاب ومبدعين ومفكرين مغاربة عبر فقرات ثقافية متنوعة، كما تحضر فيه على مستوى العرض الوثائقي مؤسسات مغربية، معاهد بحثية، مؤسسات دستورية تقدم منشوراتها، فضلا عن رواق للناشرين المغاربة يقدمون فيه أيضا آخر ما انضاف إلى المكتبة المغربية الحديثة في مختلف فروع المعرفة.